حياكم الله أحبتي المشاهدين بالتغطية الحصرية والمباشرة من قناة الأيام الفضائية حول عملية طوفان الأقصى. هذه العملية كل يوم تثبت للعالم أجمع والشعب الفلسطيني يثبت للعالم أجمع أنه مدى قوته وصموده بوجه الكيان الصهيوني. كل يوم الشعب الفلسطيني يبرهن للعالم أنه شعب قوي لن يتخلى ولم يتخلى عن أرضه وعن وطنيته. كل يوم تنشر مقاطع فيديو ورسائل معبرة عن هذا الموضوع، وآخرها اليوم تم نشر مقطع فيديو يبرهن هذا الكلام ويبرهن قوة الشعب الفلسطيني. خلينا نشوف الفيديو ولنا تعليق. الجلال والجمال والثناء مشاهدينا الأكارم، شاهدنا هذا المقطع وهذه الرسائل المعبرة وهذه الصور التي ترسمها فلسطين بأجمل الملاحم التي تثبتها للعالم أجمع. يعني عندما نشاهد مواطنين يخرجون من تحت الأنقاض وهم فرحين وهم مبتسمين ويرفعون علامة النصر أنه مهما فعلتم ومهما عملتم سنبقى منتصرين وإن شاء الله النصر في فلسطين. أكيد ناقش محور حلقتي لهذا اليوم وموضوع حلقتنا غزة صمود وإباء، وأكيد ينضم معي بهذه التغطية الأستاذ عباس الشطري الكاتب والصحفي. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا مرحبا. وينضم معي عبر سكايب أكيد محمد نصور الباحث في الشأن الإسرائيلي من سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا وسهلا بكم. أبتدي بحواري مع أستاذ عباس. أستاذ عباس، يعني إحنا نشاهد كل يوم هناك صور جسدها فلسطين والشعب الفلسطيني، وعندما شاهدنا الآن هذا الفيديو أنه مواطنين رغم هذا الدمار ورغم يعني هم بحالة يرثى لها، ونشاهد يبتسمون ويرفعون علامة النصر. عندما يشاهد الكيان الصهيوني مثل هكذا مشاهد، برأيك يعني ماذا يفعل؟ ما هي ردة فعلهم؟ يعني يعتبر هذا استفزاز للكيان الصهيوني. تفضل. شكرا لك ست غفران ولقناتكم الكريمة وجمهوركم الكريم وضيفك أيضا. أهلا وسهلا. الحقيقة أولا الرحمة للشهداء وكل التحية للصمود البطولي لسكان غزة. نعم. غزة الصامدة والواصلة أيضا. بالتأكيد يعني هناك سبب جوهري يدفع الفلسطينيين من سكان غزة وحتى المناطق الأخرى إلى التعبير بشتى السبل عن مدى تمسكهم بهذه الأرض، لأنها خيارهم الأول والأخير. هم ولدوا في هذه المناطق. نعم. ويموتون فيها ويعرفون ويفهمون تماما أن لا يمكن أن يتخلوا بأي درجة من الدرجات، حتى وإن كان هناك قصف شديد وقتل يومي، لأن يعرفون تماما أنه يعني هذه فرصة كبيرة جدا لإثبات أنه الغزاويين قادرين على مقاومة إسرائيل وحركة حماس وجناح المسلح وأيضا حركة الجهاد الإسلامي قادرة على أن تدير منطقة غزة وفق مبدأ الحرب، بحيث توجع الكيان الصهيوني بضربات موجعة، وبالتالي لابد من تكون الجبهة الداخلية أيضا متماشية مع هذا الاتجاه، لأنها تعرف تماما أنه الكيان الصهيوني إذا ما نجح في قمع هذه الحركة أو في هذه أو ضرب هذه الخطوة التي قامت بها حركة حماس والقضاء على حركة حماس إداريا و يعني كحركة حاكمة للقطاع غزة أو مقاومة للكيان الصهيوني. نعم. بالتأكيد سينتهي هذا الأمر بأنه قد يهجرون إلى ما تحدث عنه الإعلام الإسرائيلي أخيرا ورئيس الوزراء إلى مناطق أخرى، ويكون أشبه بخروج منظمة التحرير من بيروت سنة 82. نعم. وبالتالي هذا سكان غزة ربما يعني تفرغ هذه المنطقة ويستبدلون بمستوطنين كخطوة نهائية لإسرائيل للقضاء على الحركة الفلسطينية أو على
انهاء موضوعة الدولة الفلسطينية. نعم. فبالتأكيد هذه التفاصيل يعني ترمز أو تعطي رمزية واضحة لكل العالم على أننا متمسكون بأرضنا وليس لدينا خيار آخر سوى الصمود البطولي حتى الممات. وشفنا صور يعني الأكل كيف تطبخ في المناطق وكيف توزع المياه، وأيضا كيف يعني عوائل كاملة تدمر وتبقى نصف العائلة يجلسون بين الأنقاض يرفعون علامة النصر، وهذا ديدن الفلسطينيين لأنهم يعرفون تماما أنه مصيرهم إذا ما لم يصمدوا بهذا الاتجاه ويقووا معنويات فيما بينهم سيكون مصير الهنود الحمر في الولايات المتحدة الأمريكية. زين أستاذ عباس، يعني بعد مرور شهر من عملية طوفان الأقصى ونحن نتحدث عن الموقف الغربي والشريك الأمريكي بهذا العدوان على قطاع غزة، ما هو تقييمكم للموقف العربي؟ للعلم أنه هناك مؤتمر القمة الطارئ اللي سيعقد بالسعودية في الرياض، يعني ما هي مخرجات هذا المؤتمر برأيك؟ هل ممكن يغير العملية؟ سيد غفران، يعني نتذكر احنا احداث تموز في لبنان، يعني جنوب لبنان، والعملية البطولية لحزب الله في ذلك الوقت سنة 2006، وكيف تصرف العرب تجاه ذلك الأمر لما فيهم دول عربية كبيرة يعني تحدثت بصوت عالي عن عدم قبولها بهذه العملية، وأنه حزب الله يجب أن لا يقوم بهذه العملية سيكون الثمن غالي، وهذا ديدن يعني الحكومات العربية دائما تتساير مع الموقف الأمريكي وتعطي حجة أنه لا بد من إعطاء فرصة للسلام والحديث مع الإسرائيليين والولايات المتحدة وحتى يعني اللجنة الرباعية لحل القضية الفلسطينية. نعم. يعني بالتأكيد يكون يعني جربنا الآن أكثر من شهر وسكان غزة يعني وصلوا لأكثر من 10,000 شهيد وأكثر من 23,000 جريح، و يعني غزة محاصرة من جميع الجهات والمعابر مغلقة إلا ب يمكن قبل أسبوع فتحت لساعات أو لإيصال مواد غذائية فقط بسيطة. نعم. وهذا طبعاً تعرفين إنه معبر رفح هو المعبر الرئيسي مع مصر، والدولة المصرية حريصة على أن لا تتجاوز الخطوط الحمر مع إسرائيل. نعم. وأن تبقى على المعبر مغلقاً لحين موافقة الدولة يعني دولة الكيان الصهيوني. فهذا نعم. الموقف العربي واضح أنه يتماشون مع المعاهدات السلام التي عقدت الدول العربية كالأردن نعم. ومصر. أستاذ عباس، نعم. يعني على غرار موضوع معبر رفح والمساعدات أنتقل إلى ضيفي الكريم عبر السكايب محمد نصر. أستاذ محمد، يعني نسمع الآن عن هذا المعبر متوقف نوعا ما حسب ما يقال، ما صحة هذا الكلام؟ هل هناك مساعدات تدخل إلى فلسطين؟ للعلم حسب التصريحات أنه غزة تحتاج يوميا 500 شاحنة لوصول مساعدات، هل هناك مساعدات تدخل عبر هذا المعبر؟ بداية الرحمة للشهداء والسلام عليكم وعلى مشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. والضيف، دعيني دائما وهنا لابد خاصة في الإعلام من التمييز ما بين الأنظمة العربية بعضها لا أقول كلها وما بين الشعب العربي الذي كله قلبا وقالبا وشعورا وعاطفة وإيمانا وعقيدة وانتهاء إلى الهوية وإلى البوسطة وهي القضية الفلسطينية. النقطة الثانية وهي طبعا أهم، نحن عندما يعني أنت تسألين الآن عن موضوع المعبر، أنا عندما أقول بالمقارنة وحتى عند تواصلي مع الكتاب والأدباء وحتى إعلاميين أوروبيين وغير ذلك يقولون إذا كانت العراق قد الآن تقول الحكومة العراقية أنها تستعد ومستعدة للتبرع بأكثر من 10 ملايين من الغاز لأبناء غزة، هذا البعد الجغرافي، هل يعقل وتحت منها أكثر من يعني استفهام أن النظام المصري، أنا لا أقول الشعب المصري، الشعب المصري مستعد لتقديم التضحية والقتال من أجل والدفاع عن الحق، لكن أقول النظام المصري يعني عبد الفتاح السيسي بأوامر منه مباشرة ومع أن يمنع فتح باب ما يسمى معبر رفح إلا بعد موافقة رئيس الوزراء الكيان الصهيوني الإرهابي نتنياهو، هل يعقل؟ في اليوم الأول قبل أسبوع وهو الذي يقول حوالي 17 شاحنة، شيء معيب وشيء يندى له الجبين. نعم. أن تكون الدول العربية هي بأم بعض الأنظمة، أقول يعني بأمرك إذا كان الحدود مفتوحة، أيضا الأردن، يعني هل يعقل أن المملكة الأردنية الهاشمية، وأنا هنا ليس هو موضوع لا تهجم ولا اتهام لأنظمة الطاقة، أنا أوصف حالة، أنا كإعلامي أقوم بعملية توصيف منطق متحدث،
يعني إذا كان هناك اليوم نائبة رئيس وزراء بلجيكا في بلجيكا تقول إن الكيان الصهيوني بين قوسين إسرائيل، يعني أنا لا أعترف بإسرائيل، تقول إن إسرائيل هي دولة مارقة، دولة ترتكب الحماقات وترتكب الجرائم في غزة، ويجب إيقاف النار وإيقافها. هذا إذا كان في بلجيكا ونائبة رئيس وسياسيين في بلجيكا يقولون هذا الكلام، فما الذي يقوله ملك الأردن الذي يقود الأردن بصفته أقول الوصي على المقدسات الإسلامية؟ هنا الكارثة. يعني الملك عبد الله هو وصي على المقدسات الإسلامية في فلسطين المحتلة. هل يعقل أن غزة هاشم، ولغزة هاشم مع العقل التلمودي، وهنا أنا أتوقف كثيرا يعني بعد 4 عقود من البحث في مسألة التلمود، أقول بالحرف الواحد هناك حقد تاريخي، هناك كره تاريخي، هناك شيء له علاقة بالتاريخ ما بين هاشم ما بين قريش. يعني أنا عندما أتحدث عن هاشم وهو يعني من كان يسكن، وما بين اليهود، وهذه كارثة حقيقية. أستاذ محمد سأعود لك فيما بعد لحين تأمين الاتصال بصورة صحيحة. أعود لضيفي الكريم عباس الشاطر. أستاذ عباس، يعني نتحدث عن المساعدات، وهذه المساعدات حقيقية، أنه مثل ما صرح سيد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عن تبرع العراق ب 10 ملايين لتر من الغاز، برأيك هل سيتم وصولها بصورة صحيحة وبصورة آمنة؟ لأن احنا نعرف الكيان الصهيوني يحاول أنه يدمر أي مساعدات تصل إلى غزة. تفضل. الحقيقة هذا ديدن العراق، يعني شعبا وحكومة، يعني العراق غريب في علاقته بالقضية الفلسطينية مع الشعب الفلسطيني، كأنما هي أساسا قضيته منذ نشأة دولة إسرائيل سنة 48 والحرب العربية الإسرائيلية في ذلك الوقت. والعراق دفع أثمان باهظة من شهداء ومن قادة و عسكريين، وايضا دعم مادي كبير ودعم عسكري لدول المحيطه باسرائيل، الاردن، سوريا، لبنان، مصر. والان طبعا بالتاكيد العراق متحمس لهذا الامر، لانه يتلمس الحاله الانسانيه لسكان غزه، وهؤلاء عرب ومسلمون وبعضهم يعني ديانات مختلفه اساسا، لكن هم مرتبطين بالامه العربيه ارتباط تام باعتبارهم عرب او نسبه غالبه عرب يعني. وبالتاكيد العراق يتحسس هذا الامر، ويمكن العراق هو الدوله العربيه الوحيده التي رفعت مستوى تصريحاتها الى درجه يعني جدا كبيره، يعني تختلف عن مصر والاردن والدول الاخرى المعنيه بالقضيه الفلسطينيه. العراق يبتعد حدود 700 كيلومتر عن فلسطين، لكن الدول القريبه لا ترفع هذا المستوى اللهجه لارتباطها بمعاهدات ومستوى علاقتها مع اسرائيل وعن الولايات المتحده، معروف هذا الشيء. لهذا طبعا للتاكيد العراق يعني حينما يقول انه سيمد غزه بهكذا كميه من الغاز ولتوليد الطاقه الكهربائيه او لشؤون يعني الاخرى المدنيه، هو جاهز، لانه وزاره النفط ستؤمن هذا بسرعه كبيره. ولكن ايصال هذا الامر سواء عبر الاردن او عبر ناقلات الى مصر هو ارتبط بالموافقه الاسرائيليه. يعني احنا عندنا مشكله رئيسيه، رئيس الوزراء الاسرائيلي متعنت، والرئيس الامريكي الى جانبه، ودول الغرب رؤساء الدول الغربيه كل جميعهم الى يعني جانبه. يعني ستوافق اسرائيل برأيك؟ هذا الموضوع تعقيد سياسي. يعني أولا إحنا لا يمكن إيصال هذا الأمر دون أن يكون هناك وسيط مهم، وأكثر الوسطاء أهمية في العلاقة مع إسرائيل هي قطر، لأن ارتباطها بغزة وارتباطها في إسرائيل، وهي طبعا أكثر المشاكل اللي حصلت بين حماس وإسرائيل هي الدولة المعنية بها قطر، وأيضا المخابرات المصرية. بالتأكيد المصريين جاهزون لهذا الأمر، يعني ممكن يتحدثوا مع إسرائيل بهذا الاتجاه وكذلك قطر. لكن الضغط الدولي الآن، هناك بعض الضغط الدولي الذي يتماشى مع الحالة الإنسانية في غزة نتيجة الصمود الفلسطيني، ونتيجة أيضا لما يصل إلى الإعلام الغربي رغم التعتيم. بالتأكيد سيدفع إسرائيل أخيرا قبول هذا الأمر، يمكن تتقبل العراق وغير العراق بحيث تصل هذه الشحنة. نعم أستاذ عباس، أنتقل لضيفي الكريم عبر الهاتف الهامي المليجي، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذ. اهلا بك ومشاهديك وضيوفك. اهلا وسهلا. استاذ، هناك تصريحات تقول عن انه مسؤولين اسرائيليين زاروا مصر وحتى يضغطون على الحكومه المصريه بتسكين الفلسطينيين بصحراء سيناء، ما صحه هذا المعلومات او هذا الكلام؟ تفضل. يعني قبل ما اجاوب حضرتك عن اسئلتك انا عايز اعلق على
ضيفه غزه يتكلم عن بعض الرفقه، وقال ان هو صحفي واعلامي، فمفترض الصحفي والاعلامي يبقى عنده معلومات يعني، واساس هذه المعلومات يبقى عارف ان معبر رفح ده له اتفاقيه دوليه، الاتفاقيه دي شاركت فيها السلطه الفلسطينيه مع الاتحاد الاوروبي والرباعي، وان معبر رفح ده معبر لافراد وليس لقضايا. ومع ذلك مصر، القيادة السياسية في مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي ولا يزايدن أحد على وطنيته، فقام بجهود حثيثة وحول هذا المعبر. بالتأكيد كان يستلزم الأمر مجموعة من الاتصالات السياسية مع النظام الصهيوني ومع أوروبا ومع كذا، وضغط واضح وتحدث مع بلينكن بشكل واضح، لن اسمح بخروج اصحاب الجنسيات الاجنبيه قبل ان تدخل المعونات لاهلنا في غزه. ايضا في نفس الامر تكرر وقال لن اسمح بخروج البقيه المزدوجه الجنسيه الا بعد السماح بخروج المصابين، والمصابين الفلسطينيين يعالجوا في المستشفيات المصريه الان، عدد ليس بقليل. ما دخل بغزه 90% منه من الشعب المصري، فما يجيش هذا الشخص ويزايد على الشعب المصري ويزايد على القياده السياسيه المصريه، القياده السياسيه المصريه تبذل اقصى جهد ممكن، وهذه معركتها، لان مصر تدرك جيدا ان فلسطين امن قومي، وهي عندما تدعم اهلنا في غزه فهي بالتاكيد تدعم مصر. نعود إلى سؤال حضرتك. الموقف كان واضحا جليا من البداية، الرئيس السيسي وكل والشعب المصري رفض رفضا باتا لهذا العرض، ويعني من يتابع يعلم أن هناك ضغوطا قوية، ضغوطا اقتصادية وضغوطا سياسية وضغوطا أمنية على مصر أن تقبل بهذا الأمر، بأن تكون جزء من سيناء وطن بديل أو مقر لخروج اهلنا في غزه. وهذا الامر لانه اكيد سيسهم في شطب القضيه الفلسطينيه، ومصر تثبت ذلك، واعلن الرئيس السيسي اكثر من مره رفضه لهذا الامر، وايضا خرجت تظاهرات في كل ربوع مصر ترفض هذا الامر. نعم. فاذا من الممكن، انا طبعا لسه انا قرات كما انت قرات ان هناك وفد صهيوني جاء لمصر لمناقشه هذا الامر، لكن اظن ان هذا الامر حائد يعني لا مناقشة ولا مجال للمناقشة فيه. لا يمكن لمصر أن تتخلى عن جزء من أرضها، اضطراب سيناء معجون بالدماء المصرية عبر عقود بل عبر قرون، لا يمكن بحال أن تتخلى عنها. أيضا لأن مصر شعبا وقيادة تدرك أن السماح بمثل هذا مخطط سيكون على حساب القضية الفلسطينية، فبالتأكيد مصر ترفضه، لأن لا يزايدن أحد على ما قدمته مصر للقضية الفلسطينية. مصر قدمت 100,000 شهيد للقضية الفلسطينية، مصر دخلت 4 حروب من أجل القضية الفلسطينية، فلا يزايدن أحدا عليها. نعم أستاذ الهامي، يعني الآن فلسطين محتاجة موقف موحد، ف انتقل لضيفي الكريم محمد نصور عبر سكايب. استاذ محمد، يعني الان نسمع في المحيط عن هدنه انسانيه، برايك ممكن تتفعل هذه الهدنه؟ واذا تفعلت شنو الهدف منها؟ وايش قد راح تستمر؟ نعم. اولا انا اهلي في الاقليم الجنوبي وانا ابن الاقليم الشمالي. نعم. دائما في بدايه حديث قلت انا بعض الانظمه، انا تحدثت عن أنظمة لم أتحدث عن شعوب، فأهلي في الإقليم الجنوبي يعرفون جيدا، ونعرف تضحياتهم ونعرف دفاعهم ونعرف ارتباطهم وانتمائهم العروبي وانتمائهم في القضية، كل هذا نعرفه يعني. فقط أنا توضيح للأخ من القاهرة. نعم. يعني أنا على العكس، لا يمكن أن يعني إلا أن أتحدث بكل إيجابية عن الشعب المصري، أهلي في الإقليم الجنوبي. لكن فرق يعني ما بين ما الذي يدفع كولومبيا أو غير كولومبيا تبعد آلاف الكيلومترات من اليوم الأول
تقوم بطرد السفير الإسرائيلي وتقطع العلاقات. ما الذي يمنع؟ تقول علاقات دولية. هل يمكن بعد هذا الدمار، هذا الخراب، هذه أقول المحرقة في غزة، هذا الهولوكوست في غزة، هل يمكن؟ لم نسمع أن هناك طرد للسفير الصهيوني من سماء القاهرة. هذه قاهرة المعز، أرض الكنانة، هل يعقل أن يرفرف فوقها سماء في سمائها هذا العلم الصهيوني الذي يضعون حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل؟ نعم. هذا لا يمكن، يجب اتخاذ موقف رسمي. أما موضوع أن هناك اتفاقيات دولية، على العكس، هناك قناة بن غوريون، وأنا أقول لأهلي في مصر، لأبناء شعبي في مصر، قناة بن غوريون ستكون بديلة عن قناة السويس، وستقوم الكيان الصهيوني الإسرائيلي بالتعاون مع المخابرات الإثيوبية بتفجير سد النهضة من أجل إغراق مصر. ويلكم، اصحوا، اصحى أيها النظام المصري، هناك مؤامرة على شعب مصر، اصحى. أنا حريص على أبنائي، على أهلي، على نعم. شعب مصر، إخوتي في الإقليم الجنوبي. أما موضوع الهدنة، نحن نخشى، أقول محور المقاومة، أقول أبناء المقاومة نعم. يخشون من هدنة، من هدنة هي ليومين أو ثلاثة أيام. أنا اليوم كنت أتابع صحيفة نيويورك تايمز، وهي صحيفة نيويورك تايمز، يعني عندما يدخل البيت الأبيض الرئيس الأمريكي يقرأ ماذا تقول نيويورك تايمز، تقول فعلا أن أبناء المقاومة أي أبناء غزة هم خططوا، هم نفذوا، هم ضربوا في العمق ما يسمى بين قوسين الكيان الصهيوني. النقطة الثانية والأهم، أن حتى الإعلام الغربي غير نظرته، أصبح الآن يتعامل مع القضية الفلسطينية ككل وليست غزة فقط، لأن هناك استراتيجية مشروع. نعم. الآن الدول، لماذا أقول الهدنة خطيرة؟ الهدنة إذا كانت يومين أو ثلاثة، هنا سأعود إلى البعض، أن البعض يقول، وهنا يعني أنا ممكن، يعني أستاذ ممكن تكون هي لصالح الكيان الصهيوني حتى يعني يستعيد قواه ويلتقط أنفاسه، يعني نعم. ممكن حتى يعود بقوة، نعم، حتى يقول، نعم، حتى يقول لدول أوروبا أنا أدافع عن إنساني، هناك حالة إنسانية، لكن أنا أضرب عناصر أو العناصر المسلحة. نعم. المسلحة، هذا ما يريد أن يقول. أنا أوافق على هدنة ثلاثة أيام مقابل إخراج 10 أو 15 رهينة، طبعا هكذا قالت المقاومة، لكن سأعود، يعني كما قال يعني بكل أسف، وأنا حزين عندما نسمع كلنا في وسائل. نعم. الإعلام، كل الإعلاميين العرب أكثرهم، أقول عندما سمعوا أن الرئيس المصري يقول ليه تجيبهم على سيناء، ما تاخذهم عن نقب، خلص شغلك ثم ارجع. يعني هل يعقل رئيس عربي، أقوى دولة عربية، أكبر، يقول ابعتهم، ارسل جماعة غزة إلى النقب. نعم. ثم ادخل غزة، خلص شغلك وارجع. لا لا لا، هناك يعني دعونا نتحدث بموضوعية. نعم. الشارع أقول الأنظمة منقسمة، حتى القمة العربية ستخرج كما بدأت، لكن أقول لك هناك قمة أخرى، قمة 20، ما قامت به إسرائيل هو نفس ما تقوم به منذ قبل عام 1907. نعم. بمؤتمر كامب بنرمان، هناك مؤامرة من أجل القضاء على القضية. أستاذ محمد، يعني أستاذ محمد، خليني أنتقل لضيفي من مصر أستاذ إلهامي المنيجي. أستاذ، يعني رأيك بهذا الموضوع، بمسألة الهدنة، هل فعلا ستكون هناك هدنة؟ هل فعلا هي ستكون لصالح حل؟ نعم، الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخارجية الأمريكي والإدارة الأمريكية بيقول إن في هدنة، إن من الممكن أن هناك هدنة إنسانية. طبعا لي غير بخصوص الأساسات اللي عندنا في غزة، وخاصة ما دعوا لقب وغيره، هذه الأزمة الحقيقية الحالية، يعني الأمراض هي ممكن تكون يعني تؤثر على المستشفيات وعلى الأهل وكذا، هي المفروض اللي هي لسه ما زالت تشدد الكيان الصهيوني في إدخالها. ففي هناك أحاديث حوالين إن من الممكن تكون هدنة مؤقتة ويسمح بكذا مقابل خروج بعض الأسرى. وصرح اليوم قيادة حماس صباحت ان كان في 12 اسير من المقرر ان هم كانوا مطلوبهم،
لكن تعلق الكيان الصهيوني منع من خروجهم. اذا اكيد مفاوضات اكيد بالتالي هي ليست معلنه ولا كل تفاصيل بيتسرب بعض اخبارها، لكن هي في التاكيد هي الهدنه. بالتاكيد اهلنا في غزه ايضا في حاجه للهدنه، في هدنه لتسهيل اوضاعهم، لان بالتاكيد شهر ثاني من المعاناه وعقد التاكيد صمدوا صمود بطوني وصمود اسطوري بكل المقاييس، لكن في النهايه كنت في حاجه لالتقاط الانفاس. واظن هذا الامر يعني يجب الضغط على الكيان الصهيوني، ويجب بكافه الادوات السياسيه لكي يقبل بهذه العدنه، لان بالفعل اهلنا في غزه هم في امس الحاجه اليها. اما بالنسبه للكيان الصهيوني يعني هيبقى هيستفيد منها او لا، هذا امر الحقيقه حتى لو طلبنا ان هو يستفاد منها فاستفادته ستكون اقل بكثير من استفاده اهلنا في غزه يعني على مدى اكثر من 30 يوم معاناه يوميه من القصف. نعم، الكاتب والصحفي والمحلل السياسي من مصر الاستاذ الهام المليجي، شكرا لانضمامك معنا، شكرا على هذه المعلومات. اعود لضيفي الكريم استاذ عباس، يعني اليوم الحوار يكون عن هناك حوارات تدور في المحيط عن انه الحرب ستطول، هل فعلا ستطول الحرب برايك؟ نعم، اذا ما كان هذا التوقع بالتاكيد هناك اساسيات اذا فعلا توقع بالاطاله. اولا، هل تستطيع اسرائيل الاستمرار بقصف غزه ومهاجمتها بالدبابات ومحاصره حركه حماس كما في اخر مره اللي استمرت 52 يوم ومن ثم تقبلت هدنه، وبالتالي يحل هذا الامر بخروج القوات الاسرائيليه من الاختراقات اللي وصلت الى كيلو كيلومترين. لكن الان الموضوع تعقد اكثر. اسرائيل وجدت نفسها في موقف صعب، يعني اولا رفعت سقف الاهداف الاستراتيجيه التي تتحقق من هذه العمليه، وهذا ايضا صعب لانه قضيه الانفاق والمقاومه الفلسطينيه، حركه حماس والجهاد الاسلامي. يعني من حصل هذا الامر عمليه الطوفان الاقصى، هي اكيد بالتاكيد استعدت لهذا الامر على ما لا يقل الى 6 أشهر الى يمكن 9 أشهر واكثر. نعم. من المؤن والاسلحه وامكانيه المراوغه بالانفاق اذا ما ضربت بطرق مختلفه، فضلا عن الاستفاده من البنايات المحطمه والمدمره لاستمكان العدو الاسرائيلي بين هذه البنايات وقصفه. بالتاكيد هو الان هو متوجع جدا، لان عمليه الطوفان هي اوجعته كثيرا واخرجته امام العالم كجرد. في نفس الوقت العملية العسكرية القائمة الآن هي أوجعته مرة أخرى، بدليل أنه أكثر من 30-40 دبابة ومدرعة وربما أكثر، قد يصل الأمر إلى 100 لأنه الإعلام لا يصل كل الأمور إلى المواطن والمشاهد. نعم. وبالتالي هو متوجع، وأعتقد أحد أسباب رغبته بهدنة إنسانية هي التقاط الأنفاس سواء العسكرية أو المدنيين الإسرائيليين الذين يعني منذ 32 يوم هم في الملاجئ ولا يخرجون الا بصعوبه، وبالتالي هذا يشكل صدمه للمجتمع الاسرائيلي وايضا انتفاضه بوجه نتنياهو وحملوه المسؤوليه كامله. اذا ما رغبت اسرائيل بادامه المعركه لاطول فتره ممكنه فعليها ان توفر مقومات هذه المعركه، حتى من ضمنها التأييد الغربي والتأييد الامريكي. حتى الامريكان نفسهم وجدوا نفسهم متورطين في موضوع الدفاع عن اسرائيل، بدليل انه الموضوع هو لا يستوجب ايجاد يعني حاملات طائرات في الشرق المتوسط والتي ارسلت بشكل مسرع، لان الولايات المتحده ادركت ان اسرائيل تنهار في لحظات وتسقط امام المقاومه الفلسطينيه، وبالتالي ساعدت في هذا الاتجاه. طبعا الوضع السياسي، البحث في امكانيه حل القضيه الفلسطينيه مره اخرى كما يتصاعد الان في الاعلام، الوضع الانساني المتردي في قطاع غزه والذي تصوره وسائل الاعلام البسيطه وسائل التواصل ووصلته الى دول العالم وهناك تعاطف دولي، كل هذا تحسب اسرائيل قد لا تستمر في الحرب طويلا، لكنها على الاقل ربما تفكر في خفض مستوى، او الامريكان يتدخلون في هذا الامر على ان لا تكون السقف عالي جدا انهاء حركه حماس، ربما يبحثون عن تدمير. هم الان بداوا استاذ عباس، شلون يعني يمكن انه احنا نضغط على اسرائيل؟ نعم، عفوا، من المفترض انه يكون اكو قوه انه تحاول تسيطر على اسرائيل، فهذه القوه شلون احنا نقدر نمنع اسرائيل انه هي من ايقاف اطلاق النار على غزه؟
محتاجين قوة، محتاجين موقف موحد. يعني احنا نشاهد اليوم حراك كبير من الدول العربية والغربية وخروج الآلاف نصرة للشعب الفلسطيني، ونشوف اكو موقف موحد من بعض الشعوب، وهذا اقصد اني بالشعب وليس الحكام. هذا الشيء انه نحن من نشاهد هذه المظاهرات وهذه المؤتمرات وانعقدها ونشوف انه الشعوب تخرج لنصرة لفلسطين، هذا شيء مخالف لبعض يعني اراء زعماء الحكام. فهنا الحكام ممكن يغيرون رايهم، ممكن نشاهد انه هناك تغيير في العمليه فيما بعد عندما يشاهدون هذه المشاهد وهذه المظاهرات الكبيره. الحكام العرب خصوصا الذين لديهم علاقه يعني قويه مع اسرائيل صدموا لانه العمليه طالت. كانوا يتوقعون انه اسرائيل ستقوم بعمل معين وينتهي في وقته ولا يصل مستوى التدمير الى هذا الامر المستوى. نعم. وبالتالي صمدوا في البداية، لكن الآن يتأثرون بحركة مثل ما تفضلتي بحركة الشعوب العربية والانتفاضات الحاصلة والتظاهرات الضخمة وحتى يعني وسائل الضغط الأخرى على هذه الأنظمة، وبالتالي عليهم أن يخرجوا بموقف يحفظ ماء وجوههم، وأقل موقف هو موقف موحد في القمة العربية القادمة لإيقاف الضغط على مجلس الأمن، للضغط على الولايات المتحدة أن قد مصالحها قد تتعرض للضرر ليس بسبب الأنظمة، ولكن لا يستطيع الأنظمة ضبط شعوبها لاستهداف هذه المصالح. قد يكون هذا عامل ضغط يؤثر على الولايات المتحدة وقد تدفع إسرائيل إلى يعني وإيجاد حل مؤقت لإيقاف إطلاق النار وثم التباحث مع حركة حماس. سأعرف هو تم انعقاد مثل هكذا مؤتمر وما شاهدنا أي مخرجات حقيقية وأي ردود فعل حقيقية، فقط أنه السيد رئيس الوزراء السيد محمد شيع السوداني كان موقفه جدا مشرف ماكو اي شخص اخر ايد هذا الشيء، يعني ماكو مخرجات تدل على انه يجب ايقاف اطلاق النار على غزه، يجب انه اسرائيل تقف عند حدها. بالتاكيد يعني احنا موقف العراق مختلف، طبيعه العراق مختلفه عن الشعوب العربيه، لا نحترم الجميع، ولكن رؤساء الدول يتحدثون بلغه ويتباحثون مع اسرائيل بلغه اخرى، لا احنا موقفنا ثابت موحد. سواء نعم. في القمة اللي حصلت وحضرها السيد السوداني أو حتى في لقاء مع المرشد آية الله خامنئي. نعم. أنه العراق سيستمر في دعم القضية الفلسطينية، والعراق غاضب جدا، وحتى في لقاء مع بلينكين تحدث السوداني بلغة رائعة وكبيرة وأوضح أنه يعني كأنما يرمز له أنتم يعني تساندون القتل اليومي، وبالتالي هاي يعني حتى الأمريكان استغربوا أنه نظام حكم لديه علاقات مع الولايات المتحدة وهناك قواعد عسكرية ولكن يتحدث بهذه اللغة، هذه طبيعة العراقي معروفة. نعم. ولذلك يمكن تتوحد النظرة الشعبية للعراقيين مع الحكومة، الحكومة لا يمكن تنساق إلا مع هذه النظرة، لكن الحكام العرب قلت لك يعني صدموا أنه الموضوع أطال، وبالتالي هم يعني مخرجات الحل فيه مثل هكذا أمر كقمة عربية صعب، لأنه ماذا سيفعلون؟ هل سيقولون سلمنا عن النفط على الدول الغربية مثل عام 73؟ نعم. ذاك كانت حرب بين الدول العربية، ولكن هاي حركة يمكن خلافات شديدة بعض الدول تنظر لها بمنظور مختلف عن دول أخرى، وبالتالي يمكن يصل إلى السقف هذا. أيضا قطع العلاقات لا يمكن، ما أعتقد يصل إلى الأمر إلى قطع العلاقات، بالتأكيد هناك دول لا ترضى بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة والعالم الغربي، لكن ربما سيتحدث الزعماء العرب ويصدر بيان شديد اللهجة بمستوى متوسط أنه قد تتعرض مصالحكم للخطر برمزية هكذا، ومعناها أنه هناك لا نستطيع إيقاف عجلة الشعوب وحركتها وثورتها بهذا الاتجاه، وبالتالي قد يضغط على الولايات المتحدة وربما ستوافق على إقناع إسرائيل بأن سقف المطالب منها يجب أن تكون متوسط المدى ويتوقف في اللحظة الحالية لما حصلت عليه. نعم. لأنه مستحيل أن تقضي على حركة لديها جذور ممتدة لدى شعب فلسطيني غاضب أساسا لأن قضيته وضعت على الرف، والمجتمع العربي عفوا الدول العربية لا تتحرك باتجاه مساندتها كالسابق. نعم. والأنظمة العربية تسير باتجاه التطبيع، وطبعا ونعمل القضية طوفان الأقصى التي أوقفت عجلة التطبيع. نعم. كل هذا الأمر طبعا أكيد ستأخذه الدول العربية بعين الحسبان. طيب. وربما تأثر على بعض الضغوط. أنتقل لأستاذ محمد، يعني أستاذ محمد استمعت لكلام أستاذ عباس ورأيه بموضوع المؤتمر القمة وقراءته، قراءتك لهذا الموضوع مؤتمر القمة اللي سيعقد في 11/11 وبما يخص التطبيع، وإحنا نعرف أن هذا المؤتمر سيعقد في السعودية، ماذا سيحدث؟ بكل أسف بكل أسف يعني أنا أقول أن هذا المؤتمر أو هذه القمة حتى لو يعني أن تأتي بعد شهر ويوم أو يومين
لا حاجة لقمة عربية هكذا، هكذا يقول الشارع العربي، أنا أتحدث عن الشارع العربي. يعني بالمقابل الاتحاد الأوروبي اجتمع مرات ومرات، حتى أنا أشرت في بداية حديثي إلى أن قمة السبعة الكبار اجتمعوا واتخذوا قرارا وطالبوا بإيقاف إطلاق النار وبهدنة إنسانية لأيام، ثم فلتعد الكيان الصهيوني لإسرائيل بقصف وسحق وقتل وتدمير غزة كما تشاء. نعم. للأسف يعني الاتحاد الأوروبي يجتمع، أفريقيا تجتمع، كل، لكن ما شاهدناه في قمة القاهرة قبل حوالي أسبوع 20 يوم أسبوعين كان كارثة حقيقية. هل يعقل؟ وأنا تابعت كل مفردة كلمة. نعم. لا يوجد ولا رئيس موجود ولا ملك ولا شيخ تحدث وقال كما تحدث به الرئيس الحكومة العراقية السوداني، عندما حتى الرئيس الفلسطيني لم يقل الرحمة للشهداء، لكن رئيس الوزراء العراقي قال الرحمة للشهداء. لاحظي، لا يوجد رئيس ولا ملك ولا أمير ولا وزير خارجية في قمة القاهرة التي عقدت بكل أسف لم يتحدث أحدهم عن البشر، عن الناس. نعم. وعن الأطفال وعن الشيوخ وعن الكبار، لم يقل رحمة الله عليهم. نعم أستاذ، أنا ذكرت قبل قليل أنه ما كانت هناك أي مخرجات حقيقية من مؤتمر سابق، إذن ما فائدت هذا المؤتمر؟ تماما. لذلك أنا أقول بنفس التوقيت قمة جدة، يعني قمة الرياض عفوا، القمة القادمة. نعم. يعني ما فائدة؟ أولا حتى لو صدر تنديد أو شجب أو استنكار، ما هي الفائدة يا سيدتي؟ لا، نحن نريد من قمة عربية قادرة. يعني مثلا في عام 1964 قمة الخرطوم كنا نقول عنها أيام الأمم العربية، لا صلح لا تفاوض، يعني ولا حتى لقاء مع الثلاث لقاءات المعروفة مع الكيان الصهيوني فعلا، لكن بكل أسف عقدت يعني كامب ديفيد عام 78، عقدت اتفاقية وادي عربة 1994 مع الأردن والكيان الصهيوني. طيب. عام 1991. إذن هذه القمة هي لا تمثل الشعب العربي، وتذكروا كلامي. طيب أستاذ محمد، يعني ما المطلوب من القمة الآن؟ يعني أنت تقول ماكو فائدة. اتخاذ أولا، المطلوب اتخاذ موقف عربي موحد من قبل قادة الدول العربية. نعم. أولا إغلاق السفارات كاملة، ثانيا قطع العلاقات وعدم المضي قدما بالتطبيع. النقطة الثالثة أن المصالح، لأن ما يقوده الآن هي الولايات المتحدة الأمريكية التي مع الغرب، هي منافقة، هناك نفاق كبير، هي من تقود الحرب. نعم. وتوجه نتنياهو، يعني البعض قد يقول هناك خلافات وهناك يعني استراتيجيات في الخلاف، على الإطلاق كيف خلال 24 ساعة؟ هل يعقل أو هل هناك إمكانية لنقل حاملات طائرات جيرالد فورد، داود إيزنهاور، البواخر، الزوارق خلال 24 ساعة؟ على الإطلاق قبل السابعة. هناك معلومات ووثائق تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية عبر ذراعها، عبر الوظيفية، أي إسرائيل، كانت تريد هكذا عمل، وكانت تريد جر لبنان إلى معركة، أقصد المقاومة، محور المقاومة، إلى عمل ما. الهدف ليس غزة يا سيدتي، وأنا أقولها عبر قناتكم الكريمة. طيب من الهدف؟ الهدف ليس غزة. غزة، بعد غزة هناك الجنوب اللبناني، بعد الجنوب اللبناني هناك سوريا، بعد سوريا هناك بابل، هناك بابل، هناك بابل في العقل التلمودي، في العقل التلمودي هناك نبوخذنصر يريدون الانتقام. يعني نحن نتحدث بوثائق، انظروا إلى النشيد الإسرائيلي الصهيوني الذي يرفعه فوق سفارته في الأردن، في القاهرة، في البحرين، في قطر. هل يعقل؟ أو المغرب، هل يعقل هذا النشيد الصهيوني الإسرائيلي الذي يعني أستاذ محمد، حسب كلامك أستاذ محمد، معناه أنه يجب أن يتم حسم هذا الموضوع من خلال مؤتمر قمة الطارئ، يعني أنه في حال ما تم حسم الموضوع ممكن تحدث كارثة. لن يحسم هناك. إذا كان وزير المالية البحريني، عفوا، وزير المالية البحرين يقول لن نقطع علاقاتنا مع الكيان الصهيوني، مع إسرائيل بين قوسين، هناك مصالح مشتركة. هذا الحديث لوزير مالية البحرين منذ يومين. كارثة حقيقة. النقطة الثالثة، هناك محاولة الكيان الصهيوني لبحث ما يسمى ما بعد مستقبل غزة، بإقامة مجتمع آخر بديل، حكم، نظام آلي، نظام إداري، كله
وحتى من الفلسطينيين، أقول من بعض الفلسطينيين الذين يرتبطون بعلاقات مع قطر أو مع بكل أسف مع بعض يعني الشخصيات يعني في التي تمارس اغتيال يعني قطر. نعم. مثل محمد دحلان يعني مثال، أنا أعطيك بمثال، هناك في كل بلاد في كل العالم في كل دولة من الكيان الصهيوني، وأقول هذا ما تريده إسرائيل، لكن القضية طيب. الهدف النهائي والاستراتيجي ليس محمد. غزة ما بعد غزة إعادة تسوية كاملة في المنطقة، هذا الهدف الرئيسي. طيب أستاذ محمد، أنتقل لأستاذ عباس. أستاذ عباس، أستاذ محمد ذكر أثناء كلامه يجب إغلاق السفارات وقطع العلاقات وإلغاء التطبيع، ممكن يحدث هذا الموضوع برأيك؟ ممكن إذا تم تطبيق هذه النقاط ممكن يحدث تغيير، وممكن الدول تقبل بموضوع إلغاء التطبيع، لأننا نعرف أكو دول هي مرتبطة بهذا الموضوع ومن الممكن أنه هي تلغي التطبيع. تفضل. الحقيقة أولاً سقف المطالب لا يمكن أن يرتفع إلى مستوى إغلاق السفارات وقطع العلاقات. نعرف الدول العربية وعلاقاتها مع إسرائيل وعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وبالتالي تطبق مآلات هذه العلاقة في مع أمريكا بعلاقتها مع إسرائيل. هناك مصالح مثل ما توصف مصالح مشتركة، وهي النغمة الأخيرة هي المصالح المشتركة الغريبة بين الدول العربية وإسرائيل. فلا توجد فإسرائيل لا تصدر الغاز ولا تصدر النفط ولا نعم. تصنع للعالم العربي، هي ارتباطها في أوروبا وفي العالم الغربي والعوالم الأخرى. لكن قد يصل الأمر إلى استدعاء سفراء إسرائيل نعم. يعني طلب استدعاء سفراء الدول العربية في إسرائيل، وأيضا الطلب من السفراء الإسرائيليين في هذه الدول الذهاب إلى دول إسرائيل للتشاور، وهذا إجراء دبلوماسي يعني الغرض منه بعض الضغوط. هذا من جانب. قد يتحدثون ربما يكون هناك، وأعتقد هذا ممكن يحدث، أنه وفد من رؤساء الدول العربية يذهب إلى الولايات المتحدة الغارقة الآن في اتجاه الانتخابات والمتحمسة نعم. لفوز آخر لبايدن. قد يضغطون على السيد بايدن أنه الآن أنت الراعي الرئيسي لإسرائيل، وصحيح ربما أن هناك حملات انتخابية قد تكون ليست في صالحك، لكن على بالنسبة لعلاقتك مع منظمة إيباك اليهودية في نيويورك، لكن في كل الأحوال عليك أن تضعنا يعني سلم للخروج من هذه الأزمة. نحن أيضا يعني في ضيق من أمام شعوبنا وكذا، وهذه أسباب متعددة لهذه الضغوط. أولا يعني الدول العربية المرتبطة في علاقة استراتيجية مع الولايات المتحدة، خصوصا المملكة العربية السعودية الآن تطلب نعم. هذه القمة. يعني أنا أعتقد حتى ربما يشتم ربما محمد بن سلمان يشتم حماس ألف مرة، هو يتجه إلى الاستحواذ على السلطة والحصول على أن يكون الملك القادم، وتقوم حماس بحركة تؤذي سمعته وتظهره أمام العالم العربي كأنه رجل ضعيف وعلاقته مع الولايات المتحدة من أجل كرسي وليس في علاقة تاريخية مع فلسطين. نعم. هذا يعتقد السقف، رفع سقف المطالب العربية إلى أكثر من هالمستوى ما أعتقد نتوقعه، لأنه نعرف العالم العربي، نعرف الحكومات العربية ونعرف علاقاتها، ودليل أنه 30 يوم وأكثر من القصف الشديد و23 ألف جريح وأكثر من 10,000 شهيد، لا يتحرك القادة العرب بأي اتجاه، حتى الرئيس الفلسطيني نفسه الذي هو معني بالدرجة الأولى كأنه متحمس للقضاء على غزة والقضاء على حماس واعتبارها قضية سياسية منافسة نعم. بدون أن يفهم أو يوضح أو يتأذى أو يتألم، لأن هذا شعب فلسطيني، وربما تحدث تألمنا وتأذينا، لكن الحقيقة هو من المباركين لقصف غزة والقضاء على حركة حماس، وهي نعم. أساسا من الصعب القضاء عليه لأنها متجذرة في فلسطين لأسباب مختلفة، ربما سكان غزة متمسكين بها باعتبارها يعني عامل ضغط وقوة وحماية لهم، وبالتالي صعب. يعني هو الرئيس الفلسطيني ما صعد لهجته، تتوقعين رؤساء الدول العربية صعدوا لهجتهم؟ يعني ما سقف المطالب خير العربية قد يكون منخفض. نتأمل خير. طبعا قبل الختام يعني أشكر ضيفي الكريم أستاذ محمد نصور الباحث في الشأن الإسرائيلي من سوريا، شكرا لانضمامك معنا وشكرا على هذه المعلومات. وأكيد أشكر بدوري أستاذ عباس الشطر الكاتب والصحفي، شكرا لانضمامك معنا، وإن شاء الله نتأمل خير ونتمنى السلامة لكل الجرحى، ونتمنى أنه فلسطين ترجع قوية ومنتصرة بإذن الله. أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم، ألتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.